الفيديوهات التي صورها هذا المجرم لفتيات مغربيات مسلمات. يا الجزائريين، والله انا حرت في هذوك البراتيش، نساو كامل الكارثه اللي راهي صاريت لهم، يعني لقست الشرف تاع بلادهم اللي نورمالمون هذيك هي الكارثه اللي ركزوا عليها ويحكيوا عليها ويسيو كيفاش يلقاو حل لواش صرا، كيفاش هذاك الفلسطيني جا لبلادهم وفتح فاست فود ودار كذا ودار كذا. يعني نورمالمون يتهمون ميمي ستة تاعهم، علاش راهم سهل الاجراءات لهذه الدرجه لاي مواطن يجي يعني من خارج الوطن باش يدير فيهم هذاك الشيء، لكن هما ام يعسوا الجزائر وراهم يحكيوا على الكان تاع 2025. هذه هي كشغل نساو كلش واش صرا، حاجه كيما هكذاك يعني تقيسهم في الشرف تاعهم ونساوها. لكن عندهم واحد الشيخ اللي دائما يقول كلمه الحق، واللي هو الشيخ عبد الله النهاري، اللي مرمدهم ما خلالهم والو وحكى على هذه القضيه. قبل كل شيء جزائريين، كامل اهبطوا لتحت الفيديو تاع هذا السيد، نسحقوه يوصل للجميع، تاع هذا الشيخ نسحقوه يوصل لكل الدول العربيه باش يفهموا مليح واش راهو صاري في مملكه البرتوش. نبداو الفيديو. يقول ظهر هذا الذي يسمى عزيز صبيحة، وهو فنان فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، في فيديوهات يتحدث بل يتفاخر عن مغامراته مع فتيات مغربيات بعضهن قصيرات يبلغن من العمر 15 عام في مشاهد مقززة. ولعل ما أثار الاستياء أكثر هو أن ذات المواطن الفلسطيني قال إنه يقوم باستغلال فتيات مقابل وجبة طاكوس فقط، ويكلفه ذلك دولار واحد فقط. وفي فيديوهات أخرى يقول أنه يقوم باستدراج فتيات نظيفات، وهذا قمة الاستفزاز. فتيات نظيفات أي شريفات متدينات من بيئات وأسر طيبات مباركات متدينات حسب قوله، ويمارس معهن كما يقوم بخطبة أخريات مقابل 500 دولار، وبعدها مباشرة يفسخ الخطبة، وهو ما اعتبره كثيرون فضيحة مدوية وإساءة كبيرة للمرأة المغربية. هذا فقط يعني أنا والله ما كنت أبدا، والله ما كان لدي الخبر أقسم بالله، وما كنت أرغب في أن أتحدث عن هذا الأمر، لكن تتبعت في الفيسبوك ورأيت تلك والعياذ بالله. سلامت مواقع التواصل الاجتماعي اللي راهي توصل الحقيقة لكل الناس. سينو لو كان ما جاتش مواقع التواصل الاجتماعي او صار اكثر من هكذا في مملكة البرتوش، هذه الحاجة اللي بانت بركة، يعني ما خفي اعظم. الفيديوهات التي صورها هذا المجرم لفتيات مغربيات مسلمات قاصرات يتاجل بهن ويتكلم بكلام فاسق فاجر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تزوجتك بدرهم وأنت بدرهم، هل تقبلان؟ قال نعم، بدرهم مقدم ودرهم مؤخر. هكذا يتعامل مع الفتيات، مع المسلمات، مع المؤمنات. نحن نعاني هجوما شرسا على ثوابتنا وعلى القيم التي عرف بها المغرب. يا ولدي يا راهم لاتين، قلت لك في كان 2025 في كأس إفريقيا، كأس إفريقيا أهم حتى من الشرف تاعهم. نعم أهم من الشرف تاعهم. طالما تحدثت عن الفريق المغربي في قطر وكيف كان اللعب، قناة يصرف من خلال اللاعبون كل القيم، الأسرة المسلمة، بر الوالدين، السجود، الصلاة، الجمعة، الذكر، التوحيد، فكانت صورتنا في العالم تبين كيف أن هؤلاء جعلوا اللعب وسيلة لتصريف قيمنا حتى يعجب بها الآخرون، دعوة غير مباشرة. إذن فمسائل الدنيا تزول، لابد أن ندرس لأولادنا ذلك ونعطوا القدوة على أننا لا نبيع آخرتنا أبدا بمتعة زائلة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لابد إذن من فتح الصدر للوالدة والوالد مع البنت حتى يعرفوا بإذن الله تبارك وتعالى توجهها وأين تمحر وإلى أين تذهب. للأسف العائلات المغربية، أعيدها وأكررها، راهي تعز في الجزائر، راهي مريضة بالجزائر. هذا مكان يا أخي، يعني المشكل تاعكم كامل راهو في الجزائر. صدقني لو كانت تنحي لهم الجزائر يلتاو في حياتهم شوية ويفهموا باللي الجزائر ماهيش السبة تاعهم،
ماهيش هي كلش. ونوع العلاقات التي تربطها عبر هذا الهاتف، ونوع الدردشات والشاط التي تقوم بها بالليل والنهار، ولا بد من مراقبتها في الخارج مع البيئة التي تتحرك معها مع الصحبة. فالصاحب ساحب كما قيل، فإن كان الصاحب خيرا سحبها إلى الخير، وإن كان الصاحب شريرا سحبها إلى الشر. ويوم القيامة لا ينفع الندم إذا كان الصاحب قد سحب هذا المصحوب إلى جهنم عياذا بالله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وانظر يا أخي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، اتخذت أي صممت على أن أكون على طريق رسول الله. وهذا لا يتأتى إلا إذا تعلمنا سنة رسول الله. اللهم لا شماتة، لا يشمت الإنسان المسلم بعرضه أبدا، بل يدافع عن عرضه. شفت كيفاش نورمالمون يدافعوا عن الشرف تاعهم خي هكذا، لكن هما يا اخي القنوات تاعكم التلفازيه ويعني القنوات هذوك تاع اليوتيوب راهم ناسيين القضيه، راهم يغطيو فيها وحابين شغل ينساوها، وزيد فوق هذا الشيء كامل حابين يلصقوها للجزائريين. لكنك تخرج انت وتقول النساء مغربيات، يخرج هذاك حبيبنا الفلسطيني يقول لك مغربيات، يعني المشكله راهو عاويس وعاويس. وإذا أنت تتكلم على الصحبة، أنا نقول لك يا شيخ بكل بساطة الصحبة في المغرب كلها فاسدة. تقول لي كيفاش كلها فاسدة؟ لأنكم عايشين بالسياحة، والسياحة راح تجيب لك الصحبة الفاسدة. والسياحة شكون اللي راح تجيب لك؟ هل السياحة تجيب لك ناس يعني يحترمون الدين تاعك ويحترمون التقاليد تاعك وكذا وكذا؟ لا لا، راح تجيب لك ناس على جال هذاك الشيء أك على بالك، وبالتالي الصحبة راح تكون فاسدة. ولو كان عرضه يمس في أقصى نقطة في الكرة الأرضية فهو عرضي، عرض المسلمة عرضي، عرض المسلمة عرضي. أن وجدت وحيثما كانت حفظ الله أعراض المسلمات. لا إله إلا الله. مسكين ولا يعرق على بالك، ولا يعرق تلمو قاساته بزاف في القصة هذه، ولا يعرق. وللأسف الشديد ما يقدرش يتهم ميمي ستة باللي هو السبب. ميمي ستة هو السبب من الأخر. فهذا الفاسق الحمد لله قد تم إصدار مذكرة دولية لإحضاره حتى يقع تحت طائلة القانون، فلا بد من تسليمه، ولا بد من الإتيان به، ولا بد من محاكمته محاكمة عادلة في دولة تطبق القانون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه يا أخي لو كان جات الدنيا دنيا، لو كان راكم جبتوه يعني من البلاصة اللي راهو ساكن فيها وعاقبتوه ودرتوا له الشيء هذاك، لأنه قاسلكم الشرف، قاسلكم الشرف تاعكم. عباكش معناتها الشرف أغلى ما يملكه الإنسان هو الشرف. أو سبحان الله، إذا راني غلط قولوا لي في التعليقات، قولوا لي الجزائريين أخي الشرف أغلى حاجة يملكها الإنسان خي هكذا. هما قاسلهم الشرف تاعهم، ولا واحد ولا مسؤول مغربي تحرك ودار كاش حاجة ضد هذاك البناد، ولا مسؤول اني نقول لكم يعرفوا غير الجزائر اي كذا، اي طلعت اي هبطت اي راحت منا، اي دارت كذا زيارة كذا. يا ودي بركاكم بركاكم، عسوا وش راهو صاري في المجتمع تاعكم، عسوا الشرف تاع انساكم ومن بعدك احكيوا على الجزائر. نهار تعسوا الشرف تاع انساكم احكيوا علينا، ما تقدروش تحكيوا علينا وانتم ما عندكم شرف. المهم كامل يا الجزائريين اهبطوا لتحت وخلي اللايك، خلي اللايك خويا الجزائري، خلي اللايك، خلي نوصلوها لكامل الناس يشوفوا الفضيحة تاع هذو العباد اللي راهم يعني نساو الشرف تاعهم وراهم يسبوا في الجزائر ويتهجموا على الجزائر. السلام عليكم وتحية الجزائر دائما وابدا.